من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. بسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال الرب يسوع لتلاميذه: كلمتكم بهذا لئلا تعثروا. سيفصلونكم عن المجمع، بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يؤدي لله عبادة، وسيفعلون هذا بكم لأنهم ما عرفوا الآب ولا عرفوني. لكني كلمتكم بهذا حتى إذا حانت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ولم أقل لكم هذا منذ البدء لأني كنت معكم حقا والأمان لجميعكم.